مفيش حد فينا كبير ولا صغير ما مرش بفترات في حياته فيها ألم، فيها ضغطة، فيها عوز، فيها تعب، فيها مشقة. كتير حسينا في أوقات كتير قوي إن الله سيبنا متروكين. تصلي ومفيش أي تعزية وتقول هو ربنا ناسيني ولا إيه؟ هو أنا متروك ولا إيه؟ هو سيبني ومفيش غيري أنا ولا إيه؟ هي الدنيا قرص عليا كده ليه؟ وربما الأمر ده يقعد مش أيام بل ربما شهور وانت مفيش أي تعزية، كأن صورة المسيح مختفية ما انتش شايفه، ما عندكش تعزية. وده يخليك كمان بتخش من ألم لألم، من تعب لتعب. النهاردة الإنجيل النهاردة بيطمن، بيقول الآن عندكم حزن، يعني عايز أقولك أنا عارف إنك عندك ألم. ده إعلان، إعلان من المسيح لكل واحد فينا. أنا عارف ضيقتك، أنا عارف ألمك، أنا عارف عوزك، أنا عارف عوزك. ما تفتكرش إن أنا نسيك، أنا حاسس بيك. ما تصدقش إن في بني آدم يحس ببني آدم إلا بنسبة بسيطة، لكن الوحيد اللي يعرف أعماقك ويشعر بيك هو المسيح، لأن عظامك هي مرقمة عارفها، وجميع شعور رأسك، شعر رأسك محصى عارف معدود. فما تيجي تحزن أمر كبير تفتكر ده مش أمام الله، لا، الله بيقول لك النهاردة الآن عندكم حزن، ده معناه بيقول لك أنا عارف وجعك ومش نسيك. طب سبتني ليه؟ عشان إيمانك يقوى. الكلام اللي بعديه بقى مطمن أول، يقول إيه؟ بس أنا عايز أطمنك النهاردة أن حزنك أيا كان سيتبدل إلى فرح، ضيقتك هتتبدل إلى فرج، ألمك هيتبدد ويجي مكان عوضه عنه تطيب خاطر، كسرتك هيجي عوضا عنها تكبير، جرحك سيعصب. اطمن. الحقيقة الأولى أنا عارف إنك موجوع، الحقيقة الثانية أنا بطمنك أن حزنك سيتحول إلى فرح. زمان العناء هيخلص، تختلف من حد لحد. زمان المشقة خلص، تلبطك وصراخك وجع قلبك أمامه الله سمعه. كل ما في الأمر كان عايز يعلمك الإيمان، إنك تصدق إنه جاي. مزمور 27 يقول كده، انتظر الرب، انتظر الرب، إنك تقعد منتظر الرب. هو جاي، هو لازم يجي. يقول بصبركم تقتنون أنفسكم. عشان كده هوت هيتبدل الحزن إلى فرح بإيه بقى؟ إنك هتشوفه. يقول إيه؟ الآن عندكم حزن، أنا عارف إنك عندك حزن، من أنت إنك ما أنتش شايفني، ما أنتش متعزي. فيقول الكلمة بقى المعزجنا، سأراكم فتفرح قلوبكم. لم تسألوا يا رب أنا هيتبدل حزني إزاي؟ قال أنا هترقى في المشهد. يعني إيه تترقى في المشهد؟ يعني إيد المعونة هتظهر، يعني الله هيتمجد. مش يقول لك أنا شفت ربنا في الموضوع ده، أنت هيحصل كده معاك، هتشوفه، هتشوف إيده قوية، هتشوف الاستجابات، فتقول أنا شفت ربنا لما استجاب ليا، هتشوفه. يقول الآن عندكم حزن، هيتحول حزنكم إلى فرح، سأراكم فتفرح قلوبكم.